مرحبا، معكم فادي قطايا خبير تجميل. بالنسبة لي سنة 2020 صار فيها تغيرات كتير. هي من قبل كانت عم تتغير بالنسبة للميك اب، كنا قبل عم نروح على المكياج الناتورال كتير والألوان كتير طبيعية. هلأ منحس انه بال 2020 في صرخة ألوان، في صرخة تكنيك، في عنا كتير تكنيك موجودين بعالم المكياج مخلوطين كلهم مع بعضهم، من ناحية الأيلاينر، من ناحية الألوان القوية، من ناحية الجليتر، من ناحية الرسمة تبع العين يلي هي فينا نقول عنا فوكسي آيز أو كات آيز. سو منحس هولي كلهم كانوا موجودين، وبنصح كل سيدة انه ما تخاف من الموضة، خليها تكون جريئة وتستعملها لهالموضة لأنه هلأ وقتها. وبالنهاية المكياج فيها تشيله، فيها تحطه إذا ما حبته أو ما حبت هيدا الستيل، بس خليها تجرب وتتعود على ستيل جديد عطول بحياتها.